دي هي قصة أكتر دمية مرعبة تم تسجيلها في التاريخ، تسببت في هذا أشخاص كتير، مش بس أول ملاك امتلكوها، ولكن كمان ناس أغراب ما كانش ليهم أي علاقة بيها من قريب أو من بعيد. لورين وارنز الشخصية المأخوذ منها بطلة فيلم كونجرينج، لما اتسألت عن أنابيل كان ده الرد بتاعها. This is the worst thing. It's that job. I'm not gonna stare at it though. القصة بتبدأ في سنة 1970. أم اشترت لبنتها عروسة لعبة بمناسبة عيد ميلادها 28. بنتها كان اسمها دونا وبتعمل كممرضة. الدمية كانت ملامحها كالآتي: الجسم بتاعها معمول محشي من جواه فايبر أو قط، شعرها على شكل كيرلي، عندها مناخير مثلثة، ابتسامة صغيرة، وعينين واسعة. شكل الدمية كان لطيف جدا، وطبعا الشكل ده ملوش علاقة بالشكل اللي في الفيلم وهوضح لك ليه بعدين. دونا زي ما قلت لك كانت شغالة ممرضة، وكانت بتسكن في شقة صغيرة ومعاها صاحبتها أنجي، وكان عندهم صاحب كمان اسمه لو، وده كان بيجي لهم في زيارات كتيرة للبيت بتاعهم. في اليوم اللي وصلت فيه الدمية للبيت كان صاحبهم لو جاي عندهم، وبمجرد ما دخل وشافها حس بشيء غريب. عارف لما تحس ان انت مقبوض من حاجة؟ لو بيحذر صاحبته دونا ان الدمية فيها حاجة مش مظبوطة، بل وانه كمان نصحها انها ترميها. دونا بصت للدمية وشافت ان هي مجرد دمية، ما كانش فيها اي حاجة تدعي للقلق، وبالتالي هي اخرت الدمية وحطتها على السرير واستعملتها كديكور للسرير بتاعها، بما ان كان منظرها زي ما بقول لك لطيف. ولكن من بعدها ابتدت المصايب انها تحصل، لان في خلال كام يوم بدات دونا وصاحبتها انجي يلاحظوا ان الدمية وضعيتها بتتغير، لا وكمان مكانها عمال بيتغير. ففي اليوم الاول كانوا سايبينها على السرير وايديها قافلاها، لما رجعوا لها ايديها مفتوحه. بعدين كانوا بيسيبوها اوقات على السرير وحابه يلاقوها في الدولاب، واحده منهم ترجع من الشغل تلاقيها موجوده على الكرسي. بل وان هم في مره صحيوا بالليل ولقوا الدميه واقفه على رجليها، وده كان شيء غريب. في البدايه الاثنين كانوا مفكرين ان فيهم واحده بتخدع الثانيه او بتعمل فيها مقلب، ولكن الموضوع كان اخطر من كده، لان من الواضح ان الدميه فعلا كانت بتتحرك، لدرجه ان دونا في مره قررت ان هي قبل ما تنزل تركز معاها وتسيب الدميه وتحطها بايديها على الكنبه. ولكن الغريب انها لما رجعت اكتشفت ان دوما اتحركت من مكانها ولقيتها موجوده على السرير، ما تعرفش وصلت هناك ازاي. وبرغم كل اللي انا عمال بحكيه ده، دونا وانجي الموضوع معاهم ما تعداش كون ان هو مجرد حد فيهم بيعمل مقلب تاني، ما كانوش شاكين في اي حاجه. لحد ما في يوم من الايام البنتين رجعوا مع بعض البيت من الشغل، ولقوا موجوده على الارض ورقه صغيره مكتوب عليها ساعدني، ومكتوب كمان ساعد لوي. لوي دوت اللي هو صاحبهم اللي قال لها ان احنا عايزين نرمي الدمية عشان هو ما كانش مرتاح لها. فالغريب بقى ان البنات كانوا متاكدين ان البيت بتاعهم ما فيهوش اي ورقه ممكن يتكتب عليها، كمان الخط اللي كان مكتوب على الورقه كان خط طفل صغير. في اللحظه دي دونا حست ان في شيء مرعب، وان الدميه اللي قدامها دي وراها حوار مرعب. ده كمان انها لاحظت على صدر الدميه ان في نقط دم صغيره، ولاحظت ان في كمان على ايديها نقط دم تانية. وهنا بقى قرروا البنتين ان هم يستعينوا بحد خبير، اللي احنا بنقول عليه ان هو شخص روحاني او ممكن واحد من رجال الدين، بالاخر كده حد مختص بالظواهر الغريبه دي. لما جه الشخص دوت وبدا ان هو يلف في البيت وبعدين بدا يبص على الدميه، حكى لهم قصه أنابيل هيجن. قصه هم ما كانوش يعرفوها. أنابيل هيجنز هي طفله صغيره عمرها 7 سنوات لو جثتها مرميه في حقل وهي مفارقه للحياه، وما عرفوش سبب موتها. لا والاغرب كمان ان الحقل ده هو اللي اتبنى عليه البيت اللي البنتين قاعدين فيه. فساعتها الراجل دوت قال لهم ما تقلقوش، هي بس روح أنابيل حست بالاطمئنان معاكم وارتاحت للقعده، وقررت ان هي تخترق الدميه وتستعملها كبوابه عشان تتواصل معاك. هنا بقى البنتين حسوا ان الموضوع عادي المشكله يعني، ولكن اللي جه بعد كده كان شيء مرعب. البنتين قرروا ان هم يحتفظوا بالدميه برغم ان هم عرفوا انها مسكونه، ومن بعد ما عرفوا انها مسكونه ابتدت تحصل حاجات غريبه في البيت اغرب من اللي كان بيحصل الاول. لما كانت الدميه بتغير وضعيتها وبتنتقل من مكان لتاني في الشقه من غير ما حد ينقلها، لان لو صاحبهم اللي قبل كده حذرهم من الدميه بقى هو الشخص المستهدف، زي ما احنا قرينا في الرساله او الورقه اللي هم لقوها لما كان مكتوب ساعد لو. بيصحى في نص الليل وبيلاقي حاجه عماله بتزحف على رجليه، لما بيبص تحت بيكتشف انها الدميه بتاعت أنابيل. ما كانش قادر ان هو يتحرك، ما كانش قادر ان هو يصرخ، حاجه كده اشبه ما تكون بالجاسوم مسكاه. الدميه فضلت انها تزحف لحد ما وصلت عند صدره، وهو من كتر الرعب وشعور الاختناق اللي اصابه اغمى عليه تماما، وصحى تاني يوم وما كانش طبعا في حاجه، لدرجه ان هو ما كانش عارف يميز هل اللي حصل معاه ده كان مجرد حلم ولا فعلا كان حاجه حقيقيه. الهجوم اللي حصل عليه والتجربه المرعبه اللي تعرض لها له وهو نايم بالليل ما كانش هو اسوأ هجوم، لان اللي جه بعد كده كان اسوأ. لان في يوم تاني لو كان داخل الاوضه عند البنات في الشقه ولقى الدميه بتاعت أنابيل مرميه على الارض، ولما جه يمد ايده عشان يمسكها لاحظ ان في نقط دم عماله بتنزل من صدره. خلع بسرعه التيشيرت او الشيء اللي كان لابسه واكتشف ان في اثار 7 مخالب معوره صدره، 3 بالعرض و4 بالطول. وهنا بقى البنات اللي بالمناسبه كانوا عمالين بيتعرضوا كل يوم لكوابيس مرعبه بس ما كانش حد بيحكي للتاني، اتاكدوا ان الشيء اللي سكن العروسه ما كانش روح بنت صغيره ولا حاجه، ولكنه شيء شيطاني في كيان مرعب مظلم شرير استحوذ على الدميه. بعد اللي بقى بيحصل لهم والجحيم اللي هم شافوه في اخر كام يوم قرروا ان هم يستعينوا بناس تانيين روحانيين. وهنا بقى هم استعانوا بالزوجين ايد ولورن
اللي احنا شفناهم في الفيلم الاجنبي، واللي هم بالمناسبه مقتبسين من شخصيات حقيقيه موجوده. لما وصل الزوجين للمنزل وبداوا ان هم يستكشفوا وبداوا يبصوا للدميه، عرفوا اللي فيها. الشيء او الكيان اللي كان موجود جوه الدميه كان بيحاول ان هو يلبس بني ادم، وكان الشخص المستهدف هو لو صاحب البنتين، ولو كانوا هم اتاخروا شويه كانت هتحصل كارثه. دونا قررت ان هي خلاص مش مستحمله، وقررت انها تدي الدميه للزوجين بعد الجحيم اللي هم شافوه. الزوجين اخذوا الدميه وودوها للقبو بتاعهم، القبو ده اللي هم مجمعين فيه حاجات كتير ملعونه وحاجات شريره، حطوها في صندوق زجاجي مصنوع خصيصا عشانها، وكمان حطوا معاها نسخه من الكتاب المقدس. وفي واحد من الكنيسه، رجل دين يعني، بيجي وبيقعد يقرا عشان يحصن الصندوق. القصه ما انتهتش عند كده، ولا الاذى بتاع انابل وقف لحد كده، لان في يوم من الايام واحد معاه خطيبته كانوا جايين بيستكشفوا القبو اللي هو بالمناسبه كانه مزار سياحي، وكانوا سامعين من قبلها القصص اللي اتحكت عن انابل. وقف هو وخطيبته قدام الصندوق الزجاجي بتاعها، وابتدى ان هو يلمسه بايده، وكمان فضلوا يستهزئوا بشكل الدميه اللي طبعا يبان لطيف من بره، لحد ما واحد من اللي كانوا واقفين او المختصين يعني بالموضوع نصح انه ما يعملش كده، ونصح ان هو ياخد بعضه ويمشي. اخذ صاحبته وراه على موتوسيكل، وفضلوا ماشيين طول الطريق عمالين بيستهزئوا وبيتكلموا على الدميه اللي هم شافوها، لحد ما حصلت الكارثه. الشاب وخطيبته عملوا حادثه كبيره جدا، الشاب توفى فيها للاسف، وخطيبته نقلوها على المستشفى، وقضت حوالي سنه كامله هناك بسبب الجروح والكسور اللي كانت موجوده في جسمها. دي كانت القصه الحقيقيه لانابل، اللي حتى الان لسه موجوده في المتحف، قاعده على الكرسي بتاعها ومستنيه الضحيه. ايه رايكم بقى فعلا في الكلام اللي انتوا سمعتوه؟ هل ممكن دميه او تمثال الجن او الاشباح يستعملوه كبوابه ليهم؟ الاهم من كده، هل القصص دي كلها ليها فعلا علاقه بيها، ولا الناس بس هم اللي اختلقوا الموضوع؟ اكتبوا رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو انزل اخبط زرار اللايك، وتاكد انك متابعني عشان ما تفوتكش اي قصه جديده بنزلها. ما تنسوش تدعوا لاهالينا في غزه وفي السودان ان ربنا ينصرهم. كان معاكم محمود زايد، سلام.